السلام عليكم ورحمة الله. الإخوان أموركم هانيين؟ كل شيء بخير، كل شيء على خير. أتمنى تكونوا في صحة جيدة، وانتم كتشوفوا في هذا الفيديو هذا إن شاء الله. في هذا الفيديو هنحاول نتكلم على طريقة ديال الحماية ديال كونتو، سواء تصانيا اكس ميل، سواء اير ميل، سواء اير سيكوند، الاكس سيكوند، اي صانية، اي موتور. هادشي هذا ما كينطبقش على كونتور تصانيه، كينطبق على كونتور ديال اي موتور. كيف ما كنعرفوا جميع ان هاد كونتور هذا كيكون معرض سواء للشمس، سواء للساعه، سواء للمفلافاج، بالاضافه لهادشي هذا كامل كيكون معرض حتى للخدوش. مثلا كتكون غابر على كونتور، كتجي انت كدوز في شي بوتشام ولا شي حاجه، كونتور كيتجرح بديك الغابره اللي كيكون فيها بديك الحصه الصغيره ولا الحص. واخطر حاجه هي القيله الشمسيه اللي كطحن هاد الكونتورات هادو بزاف. في حالة الا خليتي الموتور واقف في الشمس ولا شي حاجه، ضروري خصك تغطي يا اما باش يا اما بشي طرف تاوب ولا شي حاجه. وبالاخص الكونتور على حسب الشمس كتساهم ديك الانكسابل ديالو، كيولي صفار بزاف، كيولي صفار بحال الشكل ديال الزجاجه ديال الكاسكرا. حنا بيدنا كنشوفوها حتى هي كتصفر، اي حاجه كتكون معرضه للشمس مع المده كتصفر، كتولي صفر. على هاد الشي هذا، هاد الكونتور هذا بغينا نحميوه بواحد الطريقة بسيطة سهلة، اي واحد يمكن له يعملها، سواء عند المعلم سواء بنفسه. انك كتشري عند ديك الانكاصاب ديالو، كيتغلف بواحد الطرف ديال الفيمي، ديك الفيمي اللي كيجي في الزاج ديال اللي كيديرو الزاج ديال الطونوبيلات، كيكون عند صحاب الديكال. طريقة العملية سهلة، ما كديش كتطلب شي مبلغ كبير ولا شي حاجة، حتى الخدمة ديالها ماشي شي حاجة صعيبة. على هادشي غنمشيو عند المعلم ديال الديكا اللي غلف لنا هاد الكونتور هذا. بزاف ديال الخوت يقول لك انا كنغسل الكونتور في لافاج ما كيوقع له والو، هادي كنخليه في الشمس ما كيوقع له والو. هادشي هذا كامل حنا ما كنقولوش بلي ان الشمس ولا شي حاجة غتخسر الكونتور، ولكن هادشي هذا كيزيد في الصلاحية ديال الكونتور. كيف ما كنشوفو هاد الكونتور هذا جا بحال الشكل ديال الافيشاج التليفون، افيشاج التليفون ميمكنش تخليها في الشمس، مع المدة تقدر تخسر. وهادشي هذا كامل غير باش تزيد في المدة الصلاحية ديال هاد الكونتور. كيما كتشوفو الاخوان، كنتواجدو عند مول التيكا اللي كيعمل تيكالاتنا مواطا. صدفة لقينا هاد الارميل عندو هنايا، ارميل اللي زاد ليها واحد ديكال خفيف صراحة، اللي كيعطي واحد جمالية للموطور، ماشي داكشي معيق، شي حاجة خفيفة. كيما كتشوفو هاد ليليت كيف رجعو حمر، كيتغلفو تا هما بالديكال، كيعطيو واحد الشكل واعر خاصة في الليل. هادي اللي كيف ما كتشوفو قدامنا صانية ارميل، هادو مليليت ماشي سينيالات الليد، مغلفين بالديكال الحمر. بالاضافه لهاد سواقات في الكاشمان، بالاضافه للكاش بارابول، هادي محيد ليها باربريزه ديال القدام. كما كتشوفوا حتى هاد الكارد بو ديال القدام فيه واحد السواقه حتى هي خفيفه. كيف ما قلت انا في اول فيديو ان هاد مولتيكال هو اللي كيغلف الكونتور. كيف ما كتشوفوا هي ارميل بلا ديكال، وهي بديكال اللي كتعطي واحد جماليه صراحه. الديكال زاده في جمالية الموتور. ما كتشوفوا معنا هنا، هادي ايرميل 2021 صانية، لي ديكال صراحة خفيف اللي زاد لها في جمالية الموتور. كيف ما قلت هادي محيد لها ليها باربريز. بالنسبة للكونتور تا هو مغلف، هادي مغلف كيف ما كتشوف، ما كينقسم الاضاءة للموتور. وهادي اللي عاد غنغلفو دابا اللي غنشرحو في الفيديو، ما مغلفش بجوج بيهم ايرميل هنايا. هنا كيف ما كتشوفوا واحدة فيها جوانة فرفارة، وواحدة فيها جوانة شواية، جوج بيهم. هادي الأولى اللي فيها الديكال فيها جوانة فرفارة، أخرى جوانة شواية. شواية اللي متواجدين متوفرين جوج بيهم في 2021. كيقوم بها المعلم هو أنه كينظف هاد الكونتور مزيان بالباردو اللي كيستعملوه في التنظيف ديال الزاج، سواء بجريدة ولا ببوتشامو، على حسب اللي متوفر، كل واحد اللي متوفر عنده. الكونتور ديالنا اخوتي هو هذا، من بعد ما تنظف مزيان كياخذ واحد الطرف ديال الفيمي على القياس ديال الكونتور. كيف ما كتشوفوا معنا هنايا، الطرفات الفيمي كيكونوا متوفرين عند المعلميه اللي كيعملوا الديزاين للمواطر الديكال، كيكونوا عندهم هادوم ديال الفيمي كيشيطوا لهم مساج ديال الطونوبيل. كيف ما كتشوفوا كياخذ على حسب العبار ديال الكونتور، كيحاول يلصقوا بهذا سبادولا هادي، كيحاول انه ما يخليش الفراغ
في الكونتور، ديك الفراغ اللي هو ما يبقاش هاد الطريقة باش كيتخدم. صراحة شي حاجة خدمة احترافية ما كتطلبش شي ثمن كبير، مع المدة الى تحت هاد الاكاسب هاد الفيم الى تجرح ولا شي حاجة كيمكن لك تبدلو الثمن ديالو. هاد الخدمة هادي ديال هاد التغلف الكونتور تقامت ب10 دراهم، ماشي شي حاجة كبيرة. ان اي واحد شاف شي جرحة ولا شي حاجة يمكن لك تبدلها مع الوقت. هادي كتحمي كونتور كيف ما قلت من الخدوش، بالاضافة كتنقص من اشعة الشمس. المهم باش ما داك الزاج ديال الكونتور ما كيصفرش حيت كيجي بلاستيك. هاد السيد صراحة عنده خدمة احترافية، شي حاجة في بلاصتها، كلشي متقون. بالنسبة للمحل ديالو كيتواجد في فنيدق، الناس في فنيدق كاملين كيعرفو. اي واحد سقسيت على خالد اللي كيعمل الديكال ولا اللي كيغلف مواطر، اي واحد يوريلك. صراحة عنده خدمة نقية. انا من بعد ما غلف الموتور كيحيد هاد البلاستيك هادي اللي كتكون مغلفة، تا هي مش مكي تكون مغلفة باش كي ما يتجرحش هاديك الفيمي، ما كيكونش مجرح باش كتحافظ على الكونتور ديالنا اخوتي. هو هذا الان واخا تغلف ما نقصش من الضوء، بقى واضح كيف ما كتشوفو قدامنا. وحتى بار بيز كيمكن لك تغلفها بهاد الفيمي، كاين اللي كيفضل انه يغلفها. هنا اخوان وصلنا للنهاية ديال الفيديو، كنتمنى انني كنت وفقت في ايصال المعلومة. المهم اعجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك في القناة، جيم الفيديو. اي تساؤل مرحبا في التعليق ولا في المجموعة في فيسبوك اللي كنخلي لكم ديما الرابط ديالها في صندوق الوصف اسفل الفيديو. تحياتي.